زي ما احنا تابعنا كده امبارح الاهلي اتعادل مع فيتا كلوب بهدفين كان على استاد القاهره، ده في الجوله الثالثه من منافسات دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا. المباراه زي ما الكل وصفها هي مباراه صعبه، فيها اخطاء طبعا، فيها اخطاء، فيها فرص ضائعه، ربما تكون اصلا مباراه الفرص الضائعه، خطا تحكيمي كان موجود، يعني الجهاز الفني اكيد برضو هيبحث اسباب كل ده والحل السريع لعلاج كل السلبيات اللي كانت ظاهره امبارح في المباراه. واحنا على امل وعلى ثقه اننا هنقدر ان شاء الله نعالج كل اللي احنا شفناه من سلبيات بالامس. هو فعلا كلمه حل سريع مطلوب تنفيذها وتحقيقها فعلا على السريع زي ما بيقولوا، لان احنا يعني الحقيقه في ناس كتير عندها شويه تحفظات على اداء النادي الاهلي في كام مباراه اللي فاتوا. صحيح. لكن طبعا لازم يتاخد في الاعتبار كتير قوي من التفاصيل اللي احنا بنتكلم مع حضراتكم فيها طبعا يوميا، يعني اقلها على الاطلاق يكفي بس من ماتش لماتش، من بطوله لبطوله، ده افريقيا محلي، يعني حدوته كبيره. المهم لكن يعني الحاجه الاكيده الاكيد مفيش مساحه للاختلاف حولها، وفكره ان مفيش وقت نضيعه، عندنا مباريات جايه بنستعد ليها، عندنا ماتش مع الاسماعيلي يوم الاربعاء الجاي ان شاء الله، بعد كده هنرجع لمواجهه فيتا كلوب مره ثانيه، مفيش وقت غير للتدريب ثم للتدريب وبشكل قوي جدا، وايضا العمل على علاج كل الاخطاء سريعا، لانه على فكره زي ما قال كابتن موسيماني امبارح، قال من الصعب تقبل هذه النتيجه، وقال كمان انه حزين جدا لاضاعه هذا الكم من الفرص، وانه لم تعد هناك فرصه أمامنا سوى الفوز في ملعب فيتا كلوب، وإن شاء الله يحصل بإذن الله.